انا براسي صدمت من هذا الشيء اللي وقع، ياك حيت كل واحد كيقول فيرسيون. من قبيله كنسمع الناس كيسبوني، اول حاجه انا ولدي راه طول مزياج، انا انسانه هذا الفيديو غيكون على شكل تعليق بخصوص هذاك الشيء اللي طرا ما بين فاتي جمالي الفنانه المغربيه ولاعب المنتخب الوطني حكيم زياش البارح تقريبا مع 3 العشيه في المول ديال دبي في الامارات، وباش كملوها في الاوتيل. غتخليكم معايا خوتي في هذا الفيديو غنتعرفوا على هذه المعطيات وهذه التفاصيل كامله، اشنو طرا بالضبط، اشنو قالت فاتي، باش جاوبها زياش، شكون الظالم من المظلوم، اشنو كيقولوا المغاربه على هذه الواقعه، وزيد وزيد. ولا بغيتوا تعرفوا على هذا الشيء كامل، ما عليكم غير تخليكم معايا في هذا الفيديو وتتبعوه من الاول حتى الاخر. السلام عليكم خوتي ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، صحتكم مزيانه، اموركم هانيه ان شاء الله. اليوم كيف ما لاحظتوا معايا خوتي غنتكلم على هذه الضجه اللي طرات مؤخرا تقريبا في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وهضروا عليها حتى بعض المنابر الاعلاميه، بين الفنانه فاتي جمالي وحكيم زياش لاعب المنتخب الوطني للكبار. المهم اخوتي كيفاش غتبدا هاد الضجه اللي دارت حاله في مواقع التواصل الاجتماعي بين فاتي وزياش؟ القضيه وما فيها اخوتي هو انه الفنانه المغربيه فاتي جمالي اللي معروفه انها كتمثل وكتغني كانت مؤخرا في عطله استجمام في دبي، والبارح قالت اشنو غندير ما ندير، غنمشي للمول ديال دبي انا وصحاباتي. كاين واحد المول في دبي اخوتي اللي سميتو مول دبي، يعني المول ديال دبي. هي هادي كانت باركه في شي كافي تما مع صحاباتها كيتمنظروا وكيقرقبوا الناب حتى داز الاسد زياش من حداهم، بقات عليهم لا هو ماشي هو، لا هذا هو اللاعب المنتخب الوطني ديال لا راه زياش لا راه كذا الى اخره. ومن بعد بكل ثقه في النفس فاتي غادي تنوض عنده باش تسلم عليه، ولكن الصدمه من بعد كانت قويه عليها لدرجه ما سكتاتش وجات خوات على المتتبعين ديالها كلشي في ستوريات، ومن ثم ناضت الروينه والهيلاله والمتتبعين انقسموا ما بين مؤيدين ومعارضين. ودابا غنخليكم مع هذا المقطع ديال فاتي جمالي. تلاقيت مع اكبر متكبر لقيتو في حياتي، هو فوتبولور مغربي ومع كان معايا صحاباتي ماشي مغربيات، و إيليتي أكوتي دونك قلت ليه يلا قلت ليه هاي، كيخنزر مي فغيمون سيد إلي با نورمال عند واحد المغربي تمعو. دابا داخلة لوطيل شفتو حدا الباب قلت ليه إتس نوت نايس، شكون هو فوتبولور زياش اللي كيبان لنا في التلفازة حاجة والواقع هادشي بطبيعه الحال كيبقى على حسب الاقوال ديالها. والمشكله عاوتاني هو انهم فاش تلاقاو وحده لوطيل قالت ليه زعما هادشي اللي درتي راه ما كان زوين، هو يقول لها اكيو، واذا بغينا نترجموها باللغه العربيه كتعني تقريبا تبا لك، وهي تجاوبو بالمثل قالت لي تبا لك انت ايضا. والجدير بالذكر اخوتي هو ان هذا الشيء خدا واحد الحجم اللي كبير بزاف وانتشر على نطاق اوسع، وكل واحد وكيفاش كانت رده الفعل ديالو على هذا الشيء اللي وقع. والغريب في الامر شويه اخوتي هو ان حتى الرابور البنج دخل في هذا المعمعه، بحيث ان المتتبعين ربطوا الاسم ديالو بداك الشيء اللي كان وقع بينه وبين فاتي جمالي في رمضان اللي فات في برنامج فاصل ونواصل. فاش كانت قمعاته هاد الحلقه اصلا راه كانت دارت بوم هذيك الفتره، وبقى كيرد ليها الصرف في البرنامج ومطلعها عليها وضحك فيها المغرب كامل الصغير قبل الكبير، وخاصه فاش قال ليها اللعيبه ما عرفت ديك اللعيبه اللي جبتي ليها بحال هكا. انت جالس من الصباح انت كتدخل تخرج عليا في الهضره شويه جيب لي هاد اللعيبه هذه، ما فهمتش شنو هاد اللعيبه كندوي على هاد النبته هذه ما دويتش لك. انت مره كتعاد مع مره راه حشومه صاحبي. وزياده على هاد الشيء اخوتي فاتي جمالي قالت انه في نفس اللحظه اللي طرا لها داك الشيء مع زياش جاء واحد مغربي عاوتاني بغى يسلم عليه وهو يقمعو. ومن بين الامور اللي ما عجبوني شخصيا في هذا الشيء هو انه كانت تباركه واحد خيتي اللي مصريه مع فاتي في الكافي واللي ادعات بانها شافت هذا الشيء كامل اللي طرا قدام عينيها، بغات تنوض الفتنه اخوتي وبدات كتقول بان محمد صلاح ديالهم ما كيديرش هذا الشيء ومربي ومؤدب واستحاله انه يعامل المعجبين ديالو بهذه الطريقه. ومن بعد فاتي قالت في ستوري على حسابها في الانستغرام انها دابا عاد فهمات علاش زياش ديما عنده المشاكل مع المدربين وديما مقربلها مع الجمهور.
واش نقول لك مصدق نفسه هو عمل شوبينغ جامد كده فمش مصدق لك ديما عندك معاه مشاكل اول مره غادي يفهمها. ومن ناحيه اخرى الا بغينا نتعمقوا في الهضره ديال فاتي يقدر يكون زياش ماشي بهذه الوحشيه كامله وهذه الهمجيه كامله اللي قالت هي، لانه الا رجعنا للور في واحد من الماتشات اللي لعب مع الفريق ديالو قال تصارعي في النهايه ديال المباراه غيعيط ليه واحد مغربي بالزعما يسلم عليه ويرحب به، وفعلا زياش غيهضر معاه ويسلم عليه ويضحك معاه عادي ما كاين حتى شي مشكل بخير بيس. وهنا كاينين بزاف ديال الفرضيات اللي كيطرحوا نفسهم في الصراحه، يعني واش زياش هذاك النهار اللي غيطرى ليه هذا الشيء مع فاتي واش كان في نهارو واش كان كيحس براسو الي ولا كان كيحس براسو انه باقي مستريسي، علما انه كان دوز واحد السيمانه اللي مشارجيه بالتدريب الرياضيه والماتشات، الشيء اللي ربما ما خلاهاش يتعامل معها مزيان اولا غير بين ليها انه ما كانش عنده رغبه يهضر مع حتى شي واحد من المعجبين ديالو وانه كان باغي فقط يرتاح ويتصنت لعظيماته. اما واحد الفئه من الجمهور كان عندها راي مختلف تماما وقالوا ما يمكنش زياش يجي غير هكاك ويهضر معها بهذيك الطريقه، ربما دارت ليه شي حاجه، ربما هي الاولى اللي ما هضرتش معها بطريقه زوينه، اولا في اسوء الحالات حاولت انها تستفزه سواء بطريقه مقصوده او غير مقصوده، اولا دخلت فيه طول عرض في الاول وبغات ديرو في كرشها وتبين ليه بانها راه في شكل واعره وش هي مشهوره، وبالتالي التعامل ديالو ما كانش لابق بما فيه الكفايه ورد الفعل ديالو كان عنيف شي شويه. اما بالنسبه لي انا متاكد اخوتي انكم غتشافقوا معايا، مادام ما سمعناش من زياش اشنو طرا فما يمكنش لينا اننا نحكموا عليه يعني بهذا السرعه ونقولوا انه انسان متعجرف متكبر ما مزيانش الى اخره، لانه الا جينا نسمعوا لزياش حتى هو راه غنوليو في هضره اخرى غيقول لك ربما لا هذا الشيء ما طراش اولا ما قصاتش اولا ما كنتش في نهاري كما قلت لكم، كاينين بزاف ديال الاعذار اللي غادي نعطيهم، وبالتالي اخوتي فما يمكنش لينا نحكموا على زياش كما قلت لكم بهذا السرعه ونقولوا انه راه انسان خير. يعني كل واحد والله اللي يعلم ظروفه وكل واحد والمشاكل ديالو الله يحسن العوان، بعض المرات بنادم ما كيكونش عنده الخطر انه يهضر مع حتى واحد والديه وما يهضرش معاهم الله يحسن العوان، وكما قلت لكم هذا ماشي سبب كافي باش اننا نقولوا زياش متكبر اولا متعجرف. ولكن على ما كيبدو اخوتي هو ان الامور تقدر ما توقفش عند هذا الحد، لانه من مصادر موثوقه فاتي كتناقش مع المحامي ديالها امكانيه رفع دعوه قضائيه على زياش، لانه حسب الراي ديالها تسبب لها في انهيار عصبي وواحد الاحراج اللي خيب بزاف بزاف امام الصديقات ديالها فاش بغات تسلم عليه بكل احترام حسب الراي ديالها وحسب الاقوال ديالها بطبيعه الحال. في نظري انا اخوتي الا دارت هذه الخطوه المغاربه كاملين غيحقدوا عليها وغيكرهوها، لان زياش محبوب بزاف بزاف عند الجماهير المغربيه والمغاربه بطبيعه الحال، ما نساوش ليه المواقف البطوليه ديالو مع المنتخب الوطني للكبار، والمغاربه ما نساوش فاش ان زياش جاء عرض خيالي زعما باش انه يلعب في المنتخب الهولندي ورفضه وفضل بلاده المغرب، خاصه بعد العوده ديالو للعب في المنتخب الوطني المغربي فاش عيط ليه وليد الركراكي، لانه ولا باقي كتعقلوا زياش ما بقاش كيلعب مع المغرب واحد المده بسبب بعض الخلافات مع داك المدرب الحمق داك العقروش وحيد خليل وزيد شي حاجه بحال هكا. المهم اخوتي على ايين كنت منهم تكون حتى شي حاجه من هذا الشيء زعما ما تكون لا دعوه قضائيه لا محاكم بين هاد الجوج المغاربه اللي كيبقاو مغاربه لا هي ولا هو بالرغم من كل شيء، كنتمنى اخوتي انهم يفضوها سيره واللي عنده شي شغل يمشي يقضيه وبركه من الفتنه. بهذا القدر اخوتي كنكون وصلت معكم نهايه هذا الفيديو، كنشكركم جزيل الشكر على المتابعه، الله يحفظكم الله يسهل عليكم. الناس اللي كيشوفوا القناه اول مره ما تردوش انكم ديروا ابوني الله يحفظكم الله يسهل عليكم، وديروا لايك وعلاش لا بارطاجيو هذا الفيديو، وخليوا لي خاصه الاراء ديالكم على هذا الشيء في التعليق، كنبغيكم بزاف الله يسهل عليكم الله يحفظكم الله ينصركم، ونتلاقاو عما قريب في فيديو جديد وموضوع جديد، الله يعاونكم الله يسهل عليكم.